كل هذا الطعام ولا يوجد الصنف الذي أريده. مسيو، حضرتك بتدور على حاجة معينة؟ فعلاً، أنا بدور على صنف من الطعام يشبهك كثيراً، ولكنه حلو المذاق. شبه أنا؟ أجل. إيه؟ الخفاش، ولكن أنت ليس لك أجنحة. خفاش إيه؟ أريد أن آكل خفاشاً. خفاش إيه يا عم؟ الكلام بيقولوا ده؟ إيه؟ عازمني على الغداء يا عم؟ يا عم أنت هتتلكك. بعدين أنت ليك نفس تاكل يعني بعد اللي حصل لنا ده؟ يا عم عايزين نرم بعد العلقة دي. آه يابا. إيه ده؟ هو إحنا عندنا جست صيني في الأوتيل ولا إيه؟ من يومين يا عم، انت ايه نايم ولا ايه؟ انا ايزر ما بقتش اعرف اي حاجه في الاوتيل ده. مستر غلاب، أهلاً. افتقدتك كثيرا. اهلا مستر شانك، اهلا. ايه ده، انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ مستر شانك من يوهان، مستثمر جاي فلوس جامده قوي، هيستثمر في مصر. اهلا وسهلا. اهلا بك يا سيدي. وحضرتك بقى قاعد معانا في الاوتيل قد ايه؟ ساخذ اسبوعا، ومن الممكن ان امد اسبوعي. على الرحب والسعة مستر شانك. ثانك يو. والان اترككم كي اكل. في ايه؟ يا عم انا بني ادم والله، مش خفاش. الراجل ده مجنون. الان ده بياكلني يا ام. بقول لك ايه، الراجل ده تمشيني، انا مش عايز اقعد في الاوتيل. انا شيء يا عم، ده مفيش غير اتنين في الاوتيل وهو واحد منهم. يا نهار اسود، ايه ده؟ في ريزرفيشن باسم مديحه. حضرتك كلمتيني الصبح بالظبط كده. كل حاجه جاهزه يا فندم، منورانا الست الكل. ميرسي، ربنا يخليك. تمام يا فندم، وانا باين عند حضرتك بعت ايميل بالاي دي بالظبط كده. كله تمام يا فندم، زي الفل. ميرسي قوي. قمه سعيده ان شاء الله. ميرسي قوي قوي. تمام يا فندم، احنا كده ان شاء الله عندنا فطار من 6 ل 7. نعم. عذرا يا فندم، 6 ل 10. ليه، هو حضرتك مش عايزنا نفطر فبتقول لنا معاد غلط مثلا؟ مش عارف. لا والله خالص يا فندم، دي زلت لسان. ومع ذلك يا فندم، انت والهانم الفطار من 6 المفتوح. ثانك يو. ثانك يو ايه يا مامي؟ يعني ايه ثانك يو؟ هو ايه من 6 المفتوح؟ هو اللي فيها في مشاكل يعني؟ الاكل بايظ مثلا، مسمم، عايزين تموتونا، عايزين تسمونا؟ ايه الميعاد الغريب ده؟ لا مسمم ايه يا فندم خالص، ده انا باكل منه. انت بتاكل من الاكل بتاع الكلاينتس؟ نو نوت ذا كلاينتس، كلاينتس ايت باي ذيم سيلفز اند اي ايت الون. اوكي، ومع ذلك يا فندم ما تضايقيش ولا تتوتري ولا في اي حاجه يا فندم. اتفضلي حضرتك، الغرفه معانا اهي 1013. اوكي ميرسي قوي، يلا بينا. يلا بينا ايه يا مامي؟ ميرسي على ايه؟ ليه 1013 يعني؟ انا ما بحبش اصلا رقم 13، فيعني يا ريت لو تغيرنا الاوضه دي يا فندم. دي غرفه حلوه جدا، نظيفه، جاهزه، بتبص على البحر، وفي اخر الكوريدور عشان خاطر يبقى فيه خصوصيه. اخر الكوريدور ليه؟ ها؟ ليه حضرتك في اوضه في اخر الكوريدور؟ يعني اوضه متطرفه، يعني انتوا عندكم حراميه في الاوتيل؟ هيجوا يسرقوا حاجاتنا ويموتونا؟ يا فندم يقتلك ويسرقك ايه؟ احنا اوتيل محترم يا فندم، ومع ذلك ما تضايقيش نفسك، انا ممكن احط حضراتكم في غرفه في اول الكوريدور. طبعا، عشان بقى يبقى اللي طالع واللي نازل بقى جنب السلم بقى يبقى دوشه، ويقعدوا العيال يخبطوا ويصحونا بدري من النوم، صح؟ يا فندم تصحي بدري قوي. ايه وعيال صغيرات ايه يا فندم؟ مفيش. اقول حاجه لحضرتك، ادي حضرتك غرفه في نص الكوريدور. هو ليه اصلا الكوريدور ده؟ ليه الدور ده؟ هي الاوضه دي فيها مشاكل؟ سباكه ولا نجاره؟ حداده. بجد؟ لا يا فندم، بقرر مع حضرتك. يبقى التكييف بايظ. والله ما بايظ. يبقى التلفزيون عطلان. مجربه بنفسي. يبقى التلاجة بس ما بتسقعش المية. شارب منها الصبح. ايه؟ انت بتخش الاوض بتاعت الكلاينتس تتجرب الاوضة وتنام فيها مثلا؟ لا والله العظيم يا بنات، على السلامة يا فندم. انا لازم بس اطمن ان الغرفة كلها كويسة وشغالة يا فندم. فندم ابعت لي بقى المانجر يرد عليا، انا عايز حد اكبر منك يرد عليا. ما 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 تعمليش. انت ليه بتعمل كده؟ طب 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 خالص. ايه ده؟ ايه الطريقة دي؟ كفاية كفاية، فتحاني في كل مكان. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضلوا يا هوانم، اتفضلوا. ميرسي. يا سلام يا سلام، يا رب يكون معاكم فكه. ما شاء الله التبس باين على وشوشكم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، احنا في عيد والله يا فندم، في عيد. انت بتزعق لي؟ اي خدمه تانية؟ افتح التكييف كده شوف شغال ولا لا. شغال يا فندم. افتح التكييف وشوف شغال ولا لا. حاضر يا فندم. شغال يا فندم، شغال. شغال، كويس. مش لازم اللي انت بتحمله ده. قلب بقى كده شوف القنوات تانية شغاله ولا هو معلق على القناه دي وهنبقى ستك طول الليل. بيجيب قنوات كتير يا فندم، كل القنوات. طب قلب. برافو. افتح بقى التلاجة وشوف بتسقع كويس ولا لا. مش تخصصي يا فندم، انا تخصصي تكييفات وتلفزيونات بس. ايه اللي انت بتقوله ده؟ The client is always right. You do whatever I want you to do. You understand? اتفضل افتح التلاجة. عشان خاطر الكلمتين دول انا هفتحها. ميرسي جدا لصحبك. شكرا. بس انت ما تحطش ايديك. حاضر يا فندم. انا اللي احط، انا اللي هشرب من الحاجات دي، انت كده هتلوثها بصراحة.
قطر يا فندم، انا اسف. ايوه ساعه خلاص اقفل. انا اسف. برافو برافو. انا اسف. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ قومي ام تشيكينج. بصي في تراب كتير، حط صباعك كده، حط ايدك كده من تحت كده، انده بقى الهاوس كيبنج يجوا ينضفوا عادي. نضيف يا فندم؟ لا مش نضيف، روح بقى هات روم سيرفيس عشان يجوا ينضفوا كويس. حاضر. مامي اتاكدي بنفسك اذا كان الباب بيقفل كويس، القفل بتاعه بشغال، علشان احنا لما نيجي ننام مش عايز حد يخش علينا واحنا نايمين. لا بيتربس كويس قوي. اتاكدي بنفسك؟ اه بيفتح ويقفل. طيب خلاص اوكي. جرايه يا انسه، انت جاي تتفسحي يومين ولا تحققي جريمه قتل؟ انت اصلا ايه اللي موقفك هنا لغايه دلوقتي؟ لا انا واقف يعني يمكن تدوني حاجه او هم محتاجين مني حاجه او اخد منكم اي حاجه. معلش معلش احنا اسفين، ما تزعلش منين، حقك علينا. حق علينا ايه؟ انت ايه اللي موقفك هنا؟ انت واقف تتصنت علينا؟ مين بقى بعتك تتصنت علينا؟ وليه تتصنت علينا اصلا؟ عشان توصل معلومات لمين؟ اتصنت على مين بس يا فندم؟ مش اخلاقي. وبعدين انا واقف جنبكم. خلاص خلاص احنا اسفين، معلش ما تزعلش مننا. شايفه طنط؟ طنط؟ مش اطلع بره، يلا. استغفر الله العظيم. الراجل الغريب ده، حرام عليك. نسمع حبيبتي، مش الدكتور قال لنا نيجي هنا عشان نروق اعصابك وتهدي شويه؟ ما ينفعش اللي بتعمليه وتبتدي الاجازه بالمنظر ده. مامي في ايه؟ مش لاقيه الموبايل. اسكت اسكت. ما انا ساكت اهو. اسكت، انا حددت لك حلم امبارح، يا رب يا رب يبقى من نصيبك. يلا روح روح روح. خير، اللهم اجعله خير. عليه حرنتك لابس ابيض فابيض، وراكب حصان ابيض فابيض، متجوز عروسه ابيض فابيض، واخد مراسك 30 مليون في شنطه بيضه، وانا خدت عمولتي كنت لابس ابيض فابيض برضه. لا انت واضح انك كلت بيض امبارح، بس سبت السفر وكلت البياض كله. يا عم هو في عروسه ولا في حد غيرني انا وانت في الاوتيل؟ انت صاحب الاوتيل؟ نعم. انت صاحب الاوتيل؟ ايوه. البالمان بتاعك سرق الموبايل بتاعي؟ لا يمكن، مستحيل. هو ايه ده اللي مستحيل؟ ما كانش في حد غيره في الاوضه. يا هانم ما عندناش حد حرامي هنا. اه ما دام بتدافع عنه كده بقى يبقى انت شريكه في السرقه. لا 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 ده كتير كده. ايه يا عم ده؟ هدي اعصابك من نظير، الاوتيل هنا امان جدا وكل العمال محترمين. وتطلع مين حضرتك؟ رئيس العصابه؟ لا عصابه ايه؟ ما عندناش عصابه، ده احنا طيبين وهبل. حضرتك انا غلاب عبد الوهاب المحامي. شفت؟ ما دام جبت محامي يبقى عارف ان انت عندك حراميه في الاوتيل، وعارف ان انا هبلغ عنك. لا بقى، ده انت غريبه جدا. اهدى شويه، ما فيش غيرها في الاوتيل، انت لسه قايل. انت مش سامع بتقول ايه؟ خلاص. بيتكلم من مصر وبيقول ان انت نسيتي الموبايل في البيت. يا سلام، يعني كل ده طلع على ما فيش اهو. انت متاكده ان وليد هو اللي اتصل بيكي بنفسه؟ انا مسيفه نمرته على الموبايل. يعني مش ممكن يكون حرامي سرق الموبايل بتاعه وكلمك وانت افتكرتيه وليد؟ يا سلام، انا هتوه عن صوت اخوكي. يا هوانم حصل خير حصل خير. شرفتي وانستي يا نسمه نسمه، اهلا وسهلا. عرفت منين ان اسمي نسمه؟ ما هي مامتك لسه قايله لي. عرفت منين اصلا انها مامتي؟ هيكون ليه يعني؟ عشان شعركوا زي بعض. يلا 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 بينا. بص هو في الحالات دي يعني مش عارف، يعني ممكن يكون كابوس مش حلم. عجبك الكتاب اللي جبته لك يا حبيبتي؟ قصدك الكتاب ده؟ الزواج مفتاح السعاده؟ ايه يا ماما؟ ده خيال علمي حبيبتي. ده اسمه حتى يشرح القلب. وانت جبتي الكتاب ده بفلوسك؟ ولا لطشتيه من واحده صاحبتك؟ عيب يا نسمه، لطشته ايه؟ ده حتى ب 50 جنيه ما يستاهلش يعني يتلطش. طب ردي عليا بصراحه، انت جبتي لي الكتاب ده عشان اتجوز؟ ماله يا حبيبتي، وفي احلى من الجواز؟ واي ام في الدنيا بتبقى عايز تفرح ببنتها؟ تفرح ببنتها ولا تخلص من بنتها؟ اخلص منك ليه؟ عشان لما وليد يتجوز يقعد معاكي في الشقه هو ومراته وياخدوا اوضتي. مراته ايه؟